كنقول لها سير سير سير. اي مراه كتخدم بالحلال واي مراه كتقاتل على راسها واي مراه باغا توصل لشي حاجه وكدير مجهود باش توصل ليه، يعني ماشي غير بالهضره، كدير مجهود باش توصل. كنقول لها الله يسهل عليك وكنتمنى لها بون كوراج، وانا كنشجع المراه اون جينيرال، ماشي المراه المغربيه، المراه اون جينيرال انها ما تبقاش يعني في كنف الراجل وتبقى مخبيه في كما كنقولوا تحت جلباب الراجل، بالعكس انها تكون راسها وتوقف راسها عاد تقدر تشوف ديك الساعات انها، لان المراه ماشي نصف باش نكملوها. دائما كنقول لك ان خص المراه كتكملها الراجل ولا الراجل كيكمل المراه، حتى شي واحد فينا ما نصف، فكل واحد تيصوب راسه بعدا، وعاد باش كنتلاقاو باش كنقدروا نعطيو يعني الراجل كامل ومراه كامله، كنعطيو شي حاجه زوينه، نقدروا نكونوا واحد الاسره ونقدروا نكونوا يعني صالحين في هذا المجتمع. ففوالا انا ما كنامنش بالقضيه ديال نص الاخر. فوالا بمناسبه لوي مارس اليوم العالمي للمراه، كنبغي نقول لجميع النساء المغربيات داخل الوطن وخارج الوطن حد موفق، مسيره موفقه اللي ناجحه في حياتها الله يكمل عليها بالخير، ودائما تطمح للاكثر، واللي مازال ما وصلتش لذاك الشيء اللي بغات تكافح وتناضل باش توصل ليه. والله يخليكم ديما زوينات وديما قويات وديما تعتمدوا على راسكم وما تستناوش شي واحد يدير لكم شي حاجه. وبهذه المناسبة هذه كنحيي المرأة المغربية وكنتمنى لها مزيد من العطاء، مزيد من الازدهار، مزيد من التألق. نتمنى لها أن دائما نشوفوها في واحد الحلة اللي تليق بالمقام ديالها، لأن المرأة فيها الأم وفيها الأخت وفيها بزاف، فيها بزاف بها بزاف. الله يحفظها وينصرها ويوفقها لما فيه الخير. المرأة المغربية دائما تتقدم وتتطور في جل الميادين. المرأة المغربية بصمات وأكدت بأنها امرأة قوية، امرأة مثقفة، امرأة قادرة أنها تغير بزاف الحوايج. كاين شي حوايج اللي ما كيكونوش في صف المرأة وما كينصفوهاش، يعني كاين شي قوانين اللي ماشي هما دوك، كاين بزاف الحوايج اللي ما كيوقفوش مع المرأة وفي صفها كيف ما قلت. ولكن هذا ما غاديش يخلي النساء هذه زعما ماشي نصيحة ولكن شي حاجة زوينة كنبغي نقولها، بأن المرأة دائما قوية وغتبقى دائما قوية برغم الظروف، برغم المشاكل، برغم العراقيل. كنقول لها دائما خلي راسك الفوق، ولا يصح إلا الصحيح، وإن شاء الله طوء وطا غادي تقاد الأمور. كنقول للمرأة كوني متميزة وعززي التميز ديالك، وانتي ما كتشبهي حتى شي وحدة أخرى، كتشبهي لراسك، كوني مفتخرة أنك انتي هي انتي بالميزات ديالك وبلي ديفو ديالك، تقبلي راسك كما انتي، حققي الطموحات ديالك، سبقي الأولويات ديالك انتي اللي كيريحوا نفسيتك انتي قبل ما ديري أي تنازل على قبل اي واحد. وكنتمنى لاي امراه سعاده في حياتها والصبر في واحد المجتمع اللي ماشي سهل انك تكون فيه علاز، لان كيكون واحد الظلم بزاف للمراه فيه، دونك كوني قويه. هو المراه صراحه ماشي ما غاديش نقول لك خدات حقوقها، باقي واحد شويه مازال خاصها تعطى الحق اكثر، ولكن المراه المغربيه امرأة ناجحة اللي فيها الأم والأخت والبنت واللي توفقت بزاف ديال الميادين، يعني ميادين المرأة المغربية، راه المرأة المغربية كتسوق التران، المرأة المغربية كتسوق الطيارة، المغربية كتدخلوا البرلمان، دخلوا بزاف ديال الميادين، يعني في الفن، في الطب، في الهندسة، فين مشيتي كتلقي المرأة المغربية، والمرأة المغربية مكافحة ومناضلة وصبورة. سورتو صبوره المراه المغربيه الصراحه كتلقاها ديما كتصبر وكتبغي وليداتها وكتبغي دارها، ولا كانت مثلا ما مزوجاش كتبغي العمل ديالها، كتبغي بلادها. وتحيه لكاع لاي مراه مغربيه، وراه بغيت نقول اي مراه في العالم انكم كلكم زوينات، ان اي مراه كتبان لي زوينه، حيت المراه الا شافت راسها زوينه العالم كيشوفها زوينه. اقول للنساء وللرجال معا، لان بالنسبه لي انا الراجل بلا المراه ما كاين شيء، والمراه بلا الراجل ما كاين شيء، دونك اقول للاثنين معا خصنا ديما نديروا اليد في اليد باش نزيدوا القدام باش نطوروا، وبالحب والمحبه ما يمكننا الا نطوروا ان شاء الله. ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمه.